انا والله عايزه اتكلم كده في موضوع يمكن مثير للجدل شويه. انا قاعده في الويك اند وبقلب في السوشيال ميديا زي اي حد، ولقيت كده بوست لاحدى السيدات وهي بتقول فيه انها فرحانه قوي. فرحانه ليه؟ ان جوزها اتجوز صاحبتها. يا نهار ابيض. فاستغربت بصراحه. يعني ماشي صاحبتك وكل حاجه يعني، بس اللي هو ازاي برضو يعني؟ طب مشاعر الغيره فين؟ المشاعر الطبيعيه يعني بتاعت الغيره دي راحت فين؟ اللي هي موجوده في كل ست في الدنيا، مش هنقدر ان احنا نفرق بين اي ست وست. عارفه طبعا يعني انه الرجاله اللي بتقرر تتجوز مرتين، وتحديدا الزوجه الثانيه اللي هي تجربه مرت بيها ستات كتير، وظروف الجوازه الثانيه دي بتختلف الحقيقه من كل بيت والتاني. بس اعتقد من اصعب التجارب هي لو الراجل ده اللي هو جوزي قرر يتجوز صاحبتي. طب يعني هو انا بصراحه لو هكلمكم عن نفسي، انا بالنسبه لي دي حدوته تخوف. لا يعني انا من النوع الستات اللي لما بتحب شخص لا بترفض حتى ان هو اي حد يشاركها فيه يعني. بس يعني احيانا الظروف بيكون ليها راي تاني. المهم خلينا نرجع مره تانية لموضوعنا اللي انا فيه، يعني عليه امثله كتيره جدا من الواقع. وزي ما في ستات بترفض الفكره والمبدا، لا في ستات تانية بتوافق على الفكره والمبدا وان جوزها يتجوز عليها طالما الزوجه التانية دي أيوة. تبقى ايه؟ صاحبتها. ليه بقى؟ انت رايك ايه؟ حدوته تخوف يا ساره. يعني انا مش عارفه بصراحه، موضوع مريب جدا وغريب، وانا ما توقعتش ابدا ان في حد ممكن يعمل كده. بس هقول لك على الغريبه، هو انا فكره ان جوزي يرتبط بصاحبتي ده بالنسبه لي بصراحه خيانه. بس انا في واحده كده كنت يعني عارفاها معرفه يعني سطحيه بصراحه، وهي بنوته جميله جدا ودمها خفيف وعندها جذابه يعني حلوه، اللي ممكن يعني مش كل البنات عندها المواصفات دي. مثلا البنت دي اشترطت على جوزها ان هي لما تيجي تتجوزه يتجوز معاها صاحبتها، عشان هي بتقول ان هي مش قادره تبعد عنها. انا هنا اللي اعرفه ان انا مثلا عايزه اقعد جنب ماما، عشان ماما انا ما بقدرش ابعد عن ماما، لكن شرط ان انا لما اجي اتجوز هو يتجوز معايا صاحبتي. الموضوع ده غريب. المفاجاه بقى يا ساره انه الراجل وافق. إن انا عايزه اشوف البنت دي بعدين. أيوة. انا عايزه اشوفها بعدين هتعمل ايه. يعني بقى هتفضل مكمله بتحب صاحبتها ولا لا؟ يعني بالنسبه لي الموضوع مرعب. يعني انا برضو زيك، انا شايفه من وجهه نظري ما ينفعش النهارده الراجل بعد ما يرتبط يبص لغير. انا بشوف نفسي كفايه عليه، والمفروض بقى كل واحده كده تبص لنفسها بالطريقه دي يا جماعه. يعني لو الظروف حتى ليها راي مختلف، زي ما ساره قالت وجوزك اتجوز عليك او ايا كان الظروف ايه، اوعي تفقدي ثقتك في نفسك، اوعي تحس انك قليله. خليكي دايما متاكده ان المشكله مش عندك. يعني انا بصراحه حاسه ان انا مش لا عارفه اللي هو عروسه وعليها اوفر يعني. ايوه لا خد عروسه عليها صاحبتها زياده. لا انا مش مبسوطه جدا باللي حصل ده جدا. وبعدين انا محتاجه اسمع راي الناس، محتاجه اشوف لو فعلا انت في مكان البنت دي وقررت ان انت، هل هم مثلا بيعتبروها ثقه زايده ان انا واثقه في نفسي قوي، مش مهم عندي ان انا جوزي يتجوز؟ لا انا شايفه ان هي سطحيه جدا، وهي لما هتتحط في الموقف هتفرجنا بقى هتقلب عليه ازاي بكره. انا متحمسه اشوف راي الناس في الشارع، فخلونا نروح نشوفهم رايهم ايه ونرجع لحضراتكم تاني. هل توافقي ان جوزك يتجوز صاحبتك؟ اكيد لا، يعني من رابع المستحيل. ده ولا في الاحلام. ايوه ده انا ما اقبلش ان هو يبقى ليه صحاب بنات اصلا عشان يتجوز واحده صاحبتي. ده انا موته هو صاحبتي. لا اكيد مش هبقى مبسوطه يعني دي حاجه ودي حاجه، يعني علاقات اكيد هتبوظ مش هتبقى لذيذه. هو اكيد لو هتبقى زوجه تانية الفكره مرفوضه اصلا، صاحبتي او غيره يعني. لا يا اما هتطلق يا اما هعوره. استحاله هتطلق اكيد يعني. اذا بده ياخد صاحبتي يعني هو ما بده ياني انا، وخلص هو حيكون راضي وانا بعيش حياتي خلص برجع عادي. لازم نحن النسوان هيك تفكر، يعني مش تفرض نفسها على الزلمه انه لا لازم انا اعيش معك بالقوه. في حد يقبل ده وفي حد ما يقبلش. انا حد من الناس ما قبلش تعدد اصلا. خلاص يا انا ممكن حضرتك نبعد خالص وانت براحتك، انت حر. هل توافق تتجوز صاحبه مراتك؟ كزوجه تانية يعني؟ ماشي ممكن، مش مشكله. هو راجل ممكن يتجوز اي حد يعني، لما اي حاجه شغاله مفيش مشكله. كويسه يعني هتشتغل، انا ممكن اتجوز عادي. لا دي مستحيل، دي انا هموت ساعتها مش هعيش بعديها فعلا والله. هتذبح في البيت عادي. قاعدوا هما الاثنين مع بعض، هما كده كده اصحاب، هما يقعدوا مع بعض بقى ويتصرفوا هما مع بعض. صاحبه مراتي كمان، ما هي لو قاعد بينا. هتتجوزها ولا مش هتتجوزها؟ لا طبعا مش هتجوزها مستحيل. هو صاحبتها تعتبر زي اختها، فما ينفعش ان انا برضو اروح اتجوزها. انا اللي هتجوزها دي اكون بحبها، استحاله يعني اعمل كده.
او تقول يا هطلقه يا عوره، ما فيش كلام يعني. لا 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 ما عندهاش تفاهم الست دي. ايوه لا احلى حاجه. وبعدين عجبني قوي السكت واحد كده ايه لمده ثانيتين، قال ايه اجمعها في دماغي، بعد كده قال لا 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 مش هينفع، بعد كده رجع قال لا ايه المشكله. ده واضح ان مراته هتتفرج، اكيد خايف ان مراته تتفرج. ما فيش ست ممكن تقبل بده يعني، لو كان في استثنائيات او في حاجات مثلا ممكن تكون نشاز شويه، اكيد يعني لكل قاعده ممكن حاجه تيجي وتكسرها. فانه انا طبعا بتفهم جدا فكره الغيره، وبتفهم جدا فكره اللي هو انا وبعد الطوفان. اكيد كل ست عايزه الراجل اللي يرتبط بيها ما يبصش لغيرها. ده احنا حتى لما بنبقى ماشيين في الشارع بس ويبدي اعجابه باي حاجه، اي كائن ماشي مثلا، اي ست تانية هايدي، بيحصل ايه؟ لا لا لا. بتغيري طبعا يعني. ممكن تهزري معاه وتهرجي معاه ويعني انت تتماشي معاه في الموضوع، بس اكيد انت غيرانه يعني. انت بني ادمه، ازاي اصلا هتقبلي بفكره انه يعني اصلا فكره حتى الجواز التاني ده؟ في راجل ممكن يتجوز ويخبي على مراته فتره عشان مش قادر يواجهها، لانه صح. عارف انها هتقلب الدنيا مهما كانت على فكره، لا بالعمر ولا مثلا يقول لك بقى ده بقى لها 20 سنه متجوزين، فاكيد هيبقى واقع الموضوع عليها يعني اهدى من لسه متجوزه في البدايه. لا 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 لا، الست ست، وربنا خلقنا عندنا كده غريزه كده بتاعت الانا وبتاعت النداء. ايوه ازاي يعني اصلا يعني طبعا هو حلال ربنا وكل حاجه، بس يا جماعه لا الجوازه الثانيه لا، محدش يقول كده قدامي. هايدي بدات تنهار جنبي. والله انا عايزه اقول حاجه، اصل هي زي ما بقول لكل قاعده ممكن حاجه تيجي تكسرها يعني. لو في واحده طلعت على البوست او على السوشيال ميديا وقالت ان انا موافقه ان انا جوزي يتجوز صاحبتي او انا عايزاه يتجوز صاحبتي، دي مش قاعده، ودي انا شايفاها حاجه نشاز جدا يعني. ممكن هي تكون عايزه او ما اعرفش، يمكن هي مش فاهمه هي بتقول ايه، يمكن هي مش مدركه الموقف اللي هي عايزه تحط نفسها فيه. انت على فكره انت ممكن جوزك يصدقك ويروح يتجوز عليك ويقول لك انا جبتها لك اهو عشان تصاحبيها وتقعدوا مع بعض في البيت. وهما بجد ما بيصدقوا فعلا يعني، وهما لما بيصدقوا طبعا بعدين هيوفرها وهيقعدوا مع بعض في نفس البيت، عارفه سي السيد. يعني طبعا زي ما قلت لك احنا واثقين فكره انه ماشي يا جماعه الجواز حلال طبعا وحلال ربنا ومذكور في القران، الجواز بقى الثاني الثالث الرابع، بس كل حاجه طبعا برضو ليها قواعد. يعني دايما بيكون صعب بجد على الست جدا ان هي تستوعب فكره ان انا جوزي هيرتبط بغيري، وزي ما قلنا يا ساره انه الموضوع فيه قواعد مش مطلق كده للعام، اي حد وفي اي اتجاه يروح يتجوز جوازه ثانيه. طب انا افتكرت حاجه دلوقتي، انا افتكرت حد مشهور جدا، فنانة معروفة جدا، فنانتين معروفين جدا جدا ويمكن من أيقونات السينما المصرية. مين عايزة أعرف؟ هقول لك بقى، تخيل مش عارفة ازاي. جوزها اتجوز صاحبتها من وراها، وبعد كده عرفت، ولما عرفت في الأول كانت رافضة تماما، بعد كده بقوا صحاب جدا جدا، ولسه هما الاثنين دلوقتي مع بعض بنفس الجوازة. ويمكن هي اللي قعدت معاها في مرضها لما هي عيت، وهي اللي كانت بتمرضها وهي اللي قعدت جنبها. فأنا مش عارفة هل ممكن لما الواحد أو لما تبقي في الموقف هل ممكن تتصرفي كده؟ والله بجد الواحد لما بيبقى مش في مكان الناس بيقول وخلاص، لكن معرفش هل إحنا لو في المكان ده ممكن نعمل كده ولا لا، أنا مش عارفة. عندك حق.